صافي شوف سوي طبعا اليوم تبعتوا جميع الجلسه ديال ما يعرف بملف ضحايا جاك بوتي رجل الاعمال الفرنسي الملياردير الذي انشا فرع لشركته شركه تامين بالمغرب بطنجه وكانت هذه الشركه مكانا لاستغلال الجنسي لمجموعه من الضحايا شابات مغربيات للملف اليوم معروض يعني من السنه الماضيه الى اليوم مع الاسف في كل مره دفاع المتهمين يقوم بتأخير الملف هذا التمطيط طبعا اللي احنا يعني احتجينا في الجلسة على هذا التأخير في كل مرة لأنه يمس بحقوق الضحايا المفروض البت في الملف في أجل معقول حسب المقتضيات والمبادئ الدستورية هذا الأجل اليوم مع الأسف والقانونية مع الأسف لا يتم احترامه الجلسة الفارطة قررت المحكمة تأخير الملف من أجل التوصل بتقرير على وضعية إحدى المتهمات التي تدعي أنها عندها يعني وضع نفسي وعقلي لا يمكنها من التجاوب مع الحكومة مع المحكمة مع الأسف اليوم لسوء حظها ان تقريرين لا تقرير طبي ولا تقرير اداره السجون كيثبت بانها عندها حاله اكتئاب ورفضت انها تعرض على السكانير ولكن في المحكمه مع الاسف خلال الجلسه كدير بعض الحركات من اجل يعني تعطي او تمارس هذا النوع ديال التغليط مع الاسف اللي كيمس بشروط المحاكمه العادله شروط المحاكمه العادله احنا اساسا بالنسبه للضحايا اعترضنا على هذه الامور وقلنا للمحكمه باننا نعتبر الملف جاهزا نتمنى المحكمه اليوم خدات قرار ديال عرضها على خبره طبيه المقتضيات القانونيه في هذا الاطار كتقول بانه في حالات لان الخبره الطبيه كتعتبر المتهم في هذه الظروف في وضعيه عقليه معينه ما يمكنلوش يسير المحكمه انها تعرضوا على يعني المصحه ديال العلاج العقلي كنتمنوا انه يتوضع حد لهاد السلوكات اللي كتمارس اليوم في هذا الملف من طرف المتهمه ومن طرف الدفاع ديالها اللي طبعا في اخر المطاف كيمس بحقوق جميع المتهمين وكيمس بحقوق الضحايا ويمس بشروط المحاكمه العادله. الجلسه المقبله 9 يناير 2024. لا حاضره ولكن بالنسبه لينا حنا التقريرين كيتبتوا بان هاد السيده عندها اكتئاب يعني اي انسان يمكن يكون عنده اكتئاب هاد السيده قبلات تمشي تعرض على الطبيب النفسي والعقلي ولكن رفضت انها تعرض على مصحه من اجل انها تدير الاشعه يعني السكانير يعني هذا كيتبت اشنو كيتبت هي حاضره ولكن كيتبت بان هناك يعني نوع من التخطيط لهذا الامر هذا الدفاع ديالها التمس في جلسه سابقه عزل وفصل الملف ديالها عن باقي الملفات وهذا هو الهدف المحكمه طبعا ما يمكنش يخيل عليها هذا الشيء طبعا عارفه انه هذا فيه نوع من التحايل على ضمان حقوق جميع الاطراف ولكن المسطره اليوم هو انه في وضعيه الحاليه يجب عرض هاد الضحيه وحسب ملتمس احد دفاعها على خبره طبيه احنا غننتظروا الخبره الطبيه ولكن نحن مؤمنين بقضيه الضحايا نساء شابات تعرضوا لاعتداءات جنسيه اي محاوله من اي متهم او متهمه للتهرب من المسؤوليه الجنائيه اثناء ارتكاب الافعال ما يمكن يكون الجواب الا بدفاعنا على حقوقهم كدفاع وكجمعيه مغربيه لحقوق الضحايا اللي تبنت ملفهم وكلفت الدفاع ينوب عليهم وكذلك بحكم وبقرار ديال المحكمه اللي غادي يضمن طبعا الانصاف لهؤلاء الضحايا.